بررت وزارة الموارد المائية الانخفاض الكبير بمنسوب نهر دجلة ببدء الجانب التركي ملء سد لصو المنشأ على دجلة، وأن هناك اتفاقا بشأن تخزين المياه في السد والكميات التي ستطلق منه. وقال وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي إن الجانب التركي بدأ بملء السد وهناك اتفاق معه بشأن حصة المياه التي تخزن والكميات التي ستطلق، ويستمر هذا الاتفاق حتى تشرين الثاني المقبل، مضيفا أن العراق سيجتمع مع المسؤولين الأتراك في تشرين الثاني المقبل بمدينة الموصل لمراجعة الاتفاق والنظر به وفق المعطيات الجديدة.